ختاما إلى إم إس صياح وأحوال الطقس. الاعتماد اللبناني مصرفك لكل الفصول. بونسوار. مثل ما خبرناكم بنشرتنا الماضية، الأجواء الشتوية راجعة ابتداء من بكرة. طقسنا رح يتحول إلى ممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة وبكفي على هالحال لعدة أيام. اتجاه الرياح جنوب شرقي لجنوب غربي، والحرارة على الساحل 19 درجة، على الجبال بتتراوح بين 9 و 16 وبالداخل 14 درجة. رطوبة عالية على الساحل، هواء قوي، بحر مائج، والجو بيتحول تدريجيا الى غائم مع امطار متفرقه بتقوى بالليل مع ثلج ابتداء من 1500 متر. جوله من الجو فوق بعض مناطق والضيعه اللبنانيه لنشوف كيف طقسها لنهار الجمعه، ومننطلق من القبيات مع 12 درجه، طرابلس 19، تنورين 11 درجه، 19 بجبال الدوار 15 درجه، 18 بعريا، البيره 16 درجه كمان بجزين. نوصل على بنت جبال والقليعة مع 14 درجة والجو ممطر. منكفي جولتنا على شطورة مع 14 درجة، وختم جولتنا بالقاع و 14 درجة. لمحة سريعة عن طقس بكرة وثلاث أيام جايين. بكرة الجمعة الحرارة بالنهار 21 درجة و 12 درجة بالليل والجو ممطر. الجو ممطر بكفي للويكند، والحرارة نهار السبت 19 درجة وبتنخفض لل 17 نهار الأحد وبتضل مستقرة على 17 لنهار الاثنين. انتو كمان فيكن تكونوا مراسلين الام تي في من خلال صوركن يلي بتبعتولنا اياها على يو ريبورت على ويب سايت الام تي في والام تي في اب. وصور اليوم وصلتلا من الي زيدان من جزين، والصورة التانية وصلتلا من ماهر حصباني من درميماس. انتبهوا على الطرقات وين ما كنتوا رايحين، سوقوا عمهلكن، وانا بلاقيكن بكره.